دكتورة سناء العناني، اليوم غادي نتكلموا على الوقاية من داء السرطان. داء السرطان طبعا اللي اليوم في العالم بأكمله ماشي غير في بلادنا، تعملت دراسات وتحاليل وأبحاث جامعية طبية علمية على الخلايا السرطانية، شنو اللي كيقدر يهيجها أو ينشطها في الجسم. لأنه أي إنسان كتكون عنده واحد الخلايا اللي واحد النهار ممكن تحول لسرطان اذا تعرض لمجموعه من الامور. ولكن حنا كان دائما كنتكلموا على التغذيه، لانه التغذيه مهمه. واش التغذيه اليوم عندها علاقه مباشره بالسرطان؟ بالفعل كاين اسباب متعدده، منهم الجينات. كاينين الناس اللي هما عندهم قابليه باش يطوروا هاد الخلايا السرطانيه اكثر من ناس اخرين بفعل الجينات. كاين حوايج اخرين اللي متعلقه بالبيئه بطريقة العيش وخاصة بالتغذية. التغذية عندها واحد دور كبير جدا في هذا المشكل. الناس كاملين تقريبا راه ولاو تعرفوا بأنه السمنة عندها علاقة وطيدة بداء السرطان. علاش؟ لأن ذاك لاكوش ديال ذاك الطبقة ديال الدهون كتكون وكر الهرمونات النسائيه، لي زغمون سيكسويل اللي هما اللي كيؤديو الامراض السرطانيه اللي كينشطوا دوك الخلايا ديال السرطان. نعم. خاصه النساء اللي ابتداء من سن 18 عام كيبداو في السمنه، إلا كانت أكثر من 20 كيلو فهاد النساء معرضين أكثر من ناس أخرين. إيه. وراء منين تنتهي العادة الشهرية، يعني ملي كيوصلوا لواحد السن من عمرهم، تما كيضاعفوا في جوج لو ريسك انهم الاحتمال انهم يتصابوا بامراض السرطان خاصه الثدي. اذا اليوم انتم الاختصاصيين ديال الحميه ديال التغذيه، مهم اش كناكلوا في الوقايه للوقايه من مرض السرطان او امراض السرطان عفوا؟ هي الحاجه اللي بيدينا الوحيده اللي نقدروا نتحكموا فيها باش نقصوا من الاحتمال ديال حضور امراض السرطانيه. ما يمكنناش نتحكموا في الجينات، ما يمكنناش نتحكموا في بزاف المسائل، ولكن هذه مساله اللي بيدينا نقدروا نتحكموا فيها ونغيروا ربما الاحتمال ديال وقوع هذا المرض، او حتى لربما جا نقدروا نتغلبوا عليه، نقدروا ما يتطورش هذا المرض السرطاني الى انتشار لي ميتاستاز. اذا بيدينا بزاف ما نعمل. عمليا دكتوره سناء العناني اليوم شنو هي العادات؟ غندخلوا للبيوت، غنمشيو مع ربات البيوت مع النساء عموما، وكنقولوا شنو هي العادات اللي خصها تغير او توقف نهائيا؟ كنعرفوا بان الخلايا السرطانيه كتنعش من السكريات. هذه شي حاجه اللي واقعه، اللي الدراسات اكدوها. هنا خصنا نحاولوا نقصوا من السكر السريع. كيف سنتكلموا عليه من الاول، من البدايه ديال هذا تقريبا كنهضروا عليه كل اسبوع، كنتكلموا عليه، فهو داخل في بزاف الامراض ومنهم الامراض السرطانيه. يعني السكر هو مهيج للخلايا السرطانيه تماما، كيستمدوا الطاقه ديالتهم كيف الخلايا الاخرين، ولكن هما بكثره كيستمدوا الطاقه ديالهم من السكر. ملي كنهضروا على هاد السكريات شنو فيها؟ السكريات بالخصوص السريعه، السكر السريع والسكريات الاصطناعيه تماما. الدقيق الابيض حتى هو كنحاولوا نتفاداوه، ومع الاسف كيف كنتكلموا دائما، شحال من سيده كتصل كتقول لك انا كناخذ الكوتي وما كنتعشاش. الكوتي كيكون مركز على الحلويات، على الدقيق الابيض، وهنا تتكون الخطوره في انه كتكون عاده اللي يوميه واللي كتمركز عليها التغذيه بصفه عامه، وكنساو الحوت، السمك، الدواجن، كنساو بزاف المسائل اللي فيها الالياف اللي كاينين في الخضروات والفيتامينات، اللي بالعكس هما مضاد للاكسده واللي غادي يوقيو الخلايا ديالنا من امراض السرطان. شنو هي العادات عندك لاله في الدار؟ شنو كتختاري في الاطعمه، في الاغذيه، شنو اللي كتفاداي؟ قولي لنا علاش عندك سؤال، عندك معلومه
بغيتي تيقني منها او تصحيحها مرحبا بك. حنا دائما في الاستماع وفي الخدمه بكل قرب منكم مستمعاتنا. غادي نشوفوا كذلك شنو هي اسئله المستمعات. غادي ناخذوا بدايه بشرى معنا من رباط ثم حسناء ثم وفاء. بشرى اهلا بك، صباح الخير على راديو اصوات. نولا لسناء. واخا دابا رحنا ل 11 ونص بدينا كنميلوا للظهر، للظهر ما بقى صباح. قول لي دابا ياك باقي شويه باقي شويه باقي معاكم صباح المعاكس. تحيه كبيره للسيره ديالنا القديره. ميرسي الله يبارك. تحيه كبيره للدكتوره. الله يبارك فيك ويسلمك يا بشرى. بارك الله فيك. عافاك، بغيت نسول الدكتوره. انا ماما عندها سرطان ديال البنكرياس. اييه هذه واحد 4 ans كتداوى عليه زعما، وتمنياتنا لها بالشفاء. متمنياتنا ودعواتنا للميمه بالشفاء. بارك الله فيك. نتقل لها شويه اللسان ديالها، وريني الحمد لله صافا زعما، غدا بتريتمون مزيان. ودابا بالنسبه للنظام الغذائي ما كتبغي تاكل والو، يعني الحام الدجاج وهذا نسمع اسم خايف زعما، قطعت كل شيء نهائيا. تبقى هكا غير خضيره وشويه الحوت ولا كتاكل غير الخضره والحوت فقط. الام ديالك كتاكل الخضره والحوت فقط وتجيوج هكايا هو مبخر ولا هذا؟ واش تجيوج خليها هكا شويه هذا كتقول لك لا زعما اي حاجه زعما فيها زعما ياغورت ولا فروماج ولا هذا كلشي كتجنبو، الحليب اللحم الاحمر. وزعما خاص قلت انا زعما ما يكون نقص من هذه البروتين، وزعما واش ماشي مضر. سؤال مهم جدا. وتجيوج هو الذكر ديال الجوجه مصغر. شوف غير باش نبسطوا شويه بشرى، ياك حنا ايجابيين في البرنامج. دكتوره سناء العناني، بالنسبه للتغذيه ديالها ما يمكنش يكون غير الخضار والسمك فقط. الدجاج يكون دجاج بلدي، تحاول تتفادى اي حاجه اللي هي معلفه اللي هي اصطناعيه، العلب، اي تغذيه اللي كتكون في العلب كيكون فيها مواد حافظه من الاحسن نتفاداوها. اللحم الحمر تقدر تاخذه مره مثلا في 3 ديال الاسابيع، ماشي تبطلوا كاع في نوبه. مهم جدا ان مستوى ديال فيتامين دي اللي تقلبوا عليه خصو يكون مزيان، لانه الا كانت لا فيتامين دي ناقصه فهذا كيساعد على انتشار الخلايا السرطانيه. دونك المستوى ديال فيتامين دي نقدوه. بالنسبه للسمك نحاولوا ناخذوا السمك الغني اللي كيكون ميدوم غرا، بحال السردين، بحال مزيان الناس اللي عندهم السرطان. مزيان الناس اللي عندهم السرطان لانه غالي بالاوميغا 3. خصنا دائما نطلعوا الاوميغا 3 ونهبطوا الاوميغا 6. الزيوت خصها تاخذ زيت البلديه، تاخذ تفادى الدهون عاود بكثره، ولكن خصها مصدر الطاقه هذه السيده باش تقدر تغلب على المرض وباش تقدر تتحمل داك الدواء، لان حتى الدواء راه صعيب، خصو واحد الطاقه، خصو واحد المجهود. بالنسبه للناس اللي مرض بالسرطان كيكون عندهم واحد المشكل، انه نقصان في الشهيه. من ناحيه المرض كيعييهم، الدواء تيهلكهم، لي بابي غوستاتيف يعني داك الحبيبات التذوق ديال التذوق تيتغيروا، كتولي شي حاجه اللي كانت كتجيهم لذيذه ما كتبقاش تلد عليهم لان الذوق كيتبدل. هنا خصنا نحاولوا نمشيو معاهم في الحوايج اللي كتعجبهم، لانهم خصهم يتنعشوا، خصهم ما خصهمش يفقدوا الوزن كثير. نعم. خصهم يخلفوا شويه الوزن. تهلا في راسك وفي الميمه، الله يخليها لكم بشرى بالشفاء ان شاء الله ديالها. غادي نمشيو ناخذوا سؤال حسناء، وانا اعتذر لنا غادي نلخصوا شويه باش طبعا راه الاجوبه ديال الدكتوره راها شامله. اهلا بك حسنا في الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك على راديو اصوات. تحيه للدكتوره، تحيه للخديجه اسد. شكرا حسنا، الله يجازيك بخير. بغيت نسولك، انا عندي كما قلت المخرج عندي واحد تلالات في العنق ديالي انا والام ديالي. واكتشفت ان جداتي الله يرحمها كانوا عندها نفس التلالات، من بعد اكتشفت انهم سرطان عندها في العنق ديالها.
وماتت بهذا المرض. وانا تخوفت من داك الناحيه وليت كنقول لها ما كتبنا الجينات وراثه ولا فيهم شي حاجه بحال هكا. بغيت ناخذ المعلومه. واش مشيتي شخصتي؟ واش مشيتي عند الطبيب؟ اللي خصك ديري يا حسنة هي انه ولا بدا تمشي عند الطبيب ديال الجلد اللي غادي ياخذ واحد العينه يقدر يحيدهم ويحيد واحد شويه ديال الجلد داير بهم وغادي يديهم للتشريح وغادي يشوف شنو كاين. واذا احنا مناش كنخافوا كنخافوا الى تغير لو فوليوم ديالهم يعني كبروا بواحد السرعه او تغير اللون ديالهم او بداو كيسيلوا بالدم هنا كتولي الخطوره افيكتيفمون كيقدر يكون تحول ديجا للمرض خايب. كان فيهم الشك راه الطبيب غادي يقول لك هادو حيديهم باش ما يتطوروش المرض خايب. شحال هادي الوقت باش حسيتي بهاد التلالات في العنق؟ انا هادو يلا مؤخرا شي عامين دابا باش ناط ليا تلاله وحده ومن بعد ناط حداها وحده اخرى. الافضل تمشي تحيديهم عند اللون ديال الجلد كيكونوا تلالات وما كيتجبدوا ما كي ما كي ما كي ما كيتحيدوش وما ماشي ما كيضروا ما كيكونوا. ولكن اذا ولا هاد الاعراض ملي غيوليو كيضروا وملي غادي يوليو اللون ديالهم كيتغير او كيكبروا هنا راه صافي راه تحولوا الخلايا سرطانيه. احسنا. نعم اختي. انا سمعت عندك وليدات. عندي وليدات. وهذه عامين باش بدا هذا الشيء وانت عايشه بالشك، يعني شنو غتخسري الا مشيتي للطبيب؟ داك الشيء علاش بغيت نستشر معاه. لا ولكن راه عامين وانت عايشه بالشك، راه ما بقاش عندك الوقت. سيري اليوم قبل غدا سيري شوفي الطبيب حيت دكتوره سناء ما يمكنش دابا تشخص واش عندك ولا ما عندكش، فهمتي؟ واخا اختي ولكن انا طبيب نمشي عنده الله يبارك فيك. الجلد راه قالت لك ديال الامراض الجلديه، صافي اتفقنا؟ صافي الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. يكون خير، يكون خير ان شاء الله. غادي ناخذ وفاء اللي كتصل بنا من فرنسا، معنا ايضا هند. اهلا بك وفاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وفاء. سناء ولا خديجه الدكتوره ديالنا. منين كتصلي بنا وفاء؟ فرنسا. من مدينه بوردو. من مدينه بوردو يا لالا ومرحبا بالناس. مرحبا بك. مرحبا. كاين شي تولوج؟ كاين شي شتاء؟ الخط اليوم عندي الحاد اللي شبر لي الخط. مرحبا ونهار كبير، تفضلي. الله يبارك فيك. انا بغيت نسول الدكتوره خايلك، انا كان عندي كان عندي ان كونسير تيرويديان والحمد لله تعالجت منه، ولكن جو سوي توجور سويفي ميديكال مع الطبيبه ديالي. ودي فوا كنسمع على حسب الاغذيه، مع كناكل دي فوا حب الرشاد والمسائل بحال هيدا، وسمعت بان عندها خطوره على الغده الدرقيه. نعم دكتوره سناء. الاغذيه المناسبه باسكو كنسمع دي فوا هيدا الناس كيقولوا لي بعد الحاجات اللي كناكل ما صالحليش، وبالنسبه للملح اللي فيها اليود واش حتى هي زعما عندها خطوره على لا تيرويد او با؟ انت حيدوا لك لا تيرويد كامله؟ لا حيدوا هذه كامله، وي جو سوي توجور سوي خصني نحسب دي زون، دابا باقي لي حسب 4 اون زعما اون كاو يرجع على مالادي ولا حاجه. فوالا. بالفعل خصك تمشي تستشري مع الطبيب اللي حيدها لك، لان ما عرفتش شنو نوع ديال الامراض اللي كان فيها، باش تشوفي على ود هذا الملح اللي فيه اليود ولا لا، ولا بد تستشري مع الطبيب اللي حيدها لك. رشاد داكشي بحال هذا واش مزيانين او لا؟ ولا بد تستشري معاه واش يمكن لك تاخذي هذا الملح اللي مزود باليود ولا لا. وحب الرشاد بالنسبه لحب الرشاد كون ما كيعرفوش هادشي بحال هذا، ما كنهضر معاهم ما عندهمش زعما اللي زيدي بحال هذا على الشيء هذا ديالنا. شوف انا كنواعدك نهار الاثنين، خليك في الاستماع، نهار الاثنين ملي كيلتحق بنا دكتور عماد اللي هو دكتور الصيدله واختصاصي في العلاج بالاعشاب، غادي نطرح عليه السؤال ديالك ونجاوبك. واش حب الرشاد ممكن انسان اللي كيعالج على داء السرطان انه ياخذو او لا؟ انا كنواعدك وكنوصيك عبد الرحيم باش نطرحوا هذا السؤال على دكتور عماد في حلقه الاثنين. تحيه ليك وتنسلموا على مالين ظهر بتطوان، وتحيه لكل من كيتابعنا بفرنسا وبكل انحاء العالم. ما يكون باس عندك وفاء، غادي ناخذوا سؤال ديال هند. اهلا بك هند. وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وي كي دايره لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا ديالنا الدكتوره ديالنا، كلشي بخير. الله يسلمك. بغيت نسقسيك بالنسبه للوقايه ديالنا بالنسبه لماكات لي زونفون اللي كنوجدوا لهم في الكوتي ديالهم، وداك اللي ذكرتوا دابا الدقيق والسكر، بالنسبه للوقايه شنو واش نحيدوا ديفينيتيفمون ولا نقصوا ولا شنو؟ ما فهمتش. قد اللي قدرنا نعوضوه بالدقيق الكامل كان احسن، او بالشوفان، او بشي حوايج اخرين اللي بديلين للدقيق الابيض كان احسن.
عطيني في الدار عندي سكر بالنسبه غير بيبي ديال 2 دون كيشرب اتي بلا سكر كنشوفو محيداه سكر مزيان. مي عندي المشكل غير ديال ضروري الكوتي خصها تحط يعني كاب كيك بغرير رغيفات ضروري في الكوتي. لا ماشي بالشرط، تقدر ديك الساعات تكون وقيته ديال الفواكه الجافه، تقدر تكون وقيته ديال الفواكه. نغيروا هاد العادات ديالنا، ما يبقاش دائما مركز غير هادشي. راه عليها نبهت في الاول بانه حنا بحكم العاده كنركزوا هذاك الكوتي على الدقيق الابيض، خصنا نحاولوا نبعدوا عليه. وسؤال واخا ماشي في الموضوع، بالنسبه لدوك لي فرويتاك بالليل كترشق لك بارفوم اللي كينعسوا لي زونفون، كتشربي كاستين مسوس ومع داك اللوز كركاع كتبقاي تحسي، واش هذا كيغلط؟ معلوم غادي غلطك الا خديتيه بواحد الشكل اللي مبالغ فيه، يعني واحد الكميشه ديال اليد وتكون غير مملحه، لان حتى الا كان مالح غيشد معاه الماء. لا عادي وكميشه ديال اليد ماشي غادي نبقاو هذيك الضربه هذيك تنفع ياك سيرتو قدام شي فيلم طويل ولا مسلسل. حيت كنشوف راسي كناكلو بالليل كلا، لانه فيهم سعرات حراريه اللي مرتفعه، ما يمكن ليناش ناخذهم هي القيمه الغذائيه ديالهم مزيانه ولكن السعرات الحراريه ديالهم مرتفعه ما نقدروش نبالغوا فيهم. ماشي ديما واخا يكونوا دائما، ولكن الكميه اللي شحال كتاكلي زلافه جوج؟ لا راه منين هضرات راه فهمت بان بلا عدد كتشبات اليوم الحلقه بلا عدد. شكرا يلا مرحبا بك هند، شكرا تنتي على التفاعل ديالك واسئلتك، راها كتستافد ايضا منها كل الامهات اكيد. التغذيه وقايه، كيفاش هاد العادات ديالنا نغيروها، وكذلك نشوفوا اليوم واحد التغذيه اللي هي حميده. دكتوره سناء، شنو هي بشكل عملي بسيط غادي نديروا راسنا في بلاصه اي مغربيه اليوم كتدخل خصها تعجن، خصها توجد الغداء، توجد الفطور، توجد شنو هما الامور اللي خاصها تغير في العادات اليوميه للوقاية من أمراض السرطان؟ اللي خصنا نتفاداو مثلا بزاف الناس اللي غادي يمشيو يتقداو اللحم الأحمر، بحكم أنه سيبخاتيك عملي، غادي نشريه وغادي نقسمه على أكياس وغادي نحطه في المجمد وغنبدا كل نهار كادي نجبد، وبلا ما كنشعر كنلقى راسي 4-5-6 نوبات في الأسبوع راني كناكل غير اللحم الأحمر وناسيا شنو هو السمك وناسيا شنو هو الدجاج. كنحاول السمك اللحم الأحمر نخليه نوبة في الأسبوع حتى لجوج مرات في الأسبوع على أكثر تقدير. كنحاول واحد النهار نديرو القطاني، خصني ماشي واحد النهار، خصني 3-4 مرات في الأسبوع كيكون القطاني، يعني العدس الحمص الفول خصهم يكونوا حاضر، اللوبيا البيضاء هادو كلهم خصهم يكونوا حاضرين 3-4 مرات في الأسبوع. نديرهم سلطه، نديرهم كطبق رسمي مع الخضار، نديرهم مثلا العدس نقدر نطحنو نديرو في مع داك الشيء اللي غادي نتبل به السلطه نقدر ندير فيه هذاك العدس. نقدر واحد النهار ما نديرش لا لحم لا دجاج لا حوت، والبروتين ديالي يكون هو الحمص مثلا بالطريقه اللي بغيت، يا نسلقو يا نديرو في سلطه ولا هذا المهم، ولا بدا هذا الشيء خصو يكون حاضر لينا. خصنا السمك يكون حاضر، خاصة السمك اللي ميدوم. وهذاك السمك هو الرخيص عندنا، السمك السرديل كبيلة كبيلة قاعد، هذا السمك هذا يعني رخيص بالنسبة لنا وفي متناول الجميع، وأي إنسان يقدر يدعم. بالنسبة للطريقة الفواكه هي غنركز عليها لأن ضروري خصها تكون حاضرة ويوميا، ونتعلموا أننا نحطوا الفواكه في الطبلة ديال الإفطار ديال الفطور باش حتى الأطفال ديالنا يتعودوا ياخذوا ذاك الجميد. المواد الغذائيه سؤال اللي كيرجع بزاف، لا كونجيلاسيون البلاستيك هو اللي كننبه عليه باش الانسان ما بقاش يستعمل داك الاكياس البلاستيكيه اللي غير مؤهله للتجميد، ناخذوا اللي هي زعما مديوره لهاد الخصوص تكون مكتوب عليها ونحاولوا نستعملوا الجاج ونتفاداو البلاستيك. الاواني اللي كنطيبوا، الماء اللي كيبقى في الطوموبيل هذا كي مع داك الاشعه ديال الشمس راه كيولي براسو ماده اللي هي كونسيريجين، اللي هي كتخلق الخلايا السرطانيه وكتنعشها. الاواني اللي كنطيبوا فيهم، البقرج اللي كنسخنوا كنغليو فيه الماء، البراد اتاي، هاد الاواني عموما ما خصهاش تكون ديال الالومنيوم، راه حنا كنا كنعرفوا بان هذا واحد الماده اللي خصنا نتفاداوها في البيوت ديالنا. نحاولوا نرجعوا للطين مزيان وماشي المجلج،
حتى هو لانه هو اللي اكثر صحه. بعد النوبات كنشوفوا الناس اللي ولاو كيديروا الطواجن ديال الالومنيوم وهذا كيخلع لانه داك الالومنيوم كله كيدوز كناكلوه راه مؤكسد. ولكن كي غنديروا راه كلشي الومنيوم المقرج النحاس نرجعوا ليه ولا كيفاش؟ ايوا ولا يمكن اينوكس احسن من الالومنيوم؟ كنظن بانه يقدر يكون شوية أحسن من الألمنيوم. لا خديجة أسد عندك اليوم اهتمام هذه الأمور هذه يعني كتحرصي شنو غتاكلوا في الدار كيفاش غتاكلوه؟ كنظن أنا ولا هم الجميع هذا هم الجميع ولكن أنا كنرجع دائما للتقاليد ديالنا وهذا ربما أن التقاليد ديالنا كيف قلتي قبيلا نجنبوها بالعكس يا ريت لو كنا نرجعوا للتقاليد ديالنا كنظن إلا رجعنا لها غادي نعاود نرجعوا لدوك الطويجنة الخضراء كيف قلتي في الحماس نرجعوا احنا بلد المغربية المأصلة راه كنرجع لها لأنها وكنلاحظوا بأن الناس شحال هذه ما كانش عندهم الأمراض اللي كنشوفوها تماما اليوم. احنا ناس كناكلوا الخضرة أنا زرت بزاف ديال الدول يعني احنا ناس كناكلوا الخضرة أكثر من أي موجودة بلاد وعندنا موجودة والحمد لله ولكن ولكن كي يأكلوا أيضا الخضر في الكثير من البلدان غير هما الطريقة ربما كيفاش كي ياخدوها. أنا مثلا استفدت هذا الصيف لاحظت لأنه طريقة طهي الخضر ما كيطيبوهاش بزاف حنا كنعطيوها الطياب في الكوكوت الناس ما كيستعملوش تقريبا الكوكوت الناس رجعوا الحوايج عندك الحق الكوكوت والميكروويف على فكرة الناس رجعوا في أوروبا مثلا كيستعملوا الأواني الفخارية تلقى شحال من دار وشحال من واحد كيمشي يقلب على ماركات لانه ماشي الطاجين ديال المغرب اللي كيجيبو كاين اللي كي طبعا كيجيبو ولكن يكون فخار كيف قال الدكتوره سناء ما يكونش ملمع. ولقيت ايضا على انه اليوم ماركات متخصصه الاواني اللي ولاو كيخرجوا من هذاك الطبق ديال الطهي طنجره كتكون كلها بالفخار الى هذيك اللاطه مثلا ديال الفران ما كيديروش هذاك الشيء اللي هو معدني وسميتو كيستعملوا كل ما هو فخار. انا بغيت نتكلم لكم اليوم على واحد لابليكاسيون سميتها يوكا YUKA هاد الابليكاسيون اللي اكتشفتها هاد الصيف فاش كنت في فرنسا كيستعملوها بزاف ديال الناس هضروا عليها مجموعه من الجرائد الرسميه على انها واحد الابليكاسيون اللي هي اول شيء مستقله واحد الشباب اللي خلقوها. وهاد يوكا شنو كدير كتسكاني بها ملي كتمشي تقدا كتسكاني بها كاع المنتوجات اللي خص يكون فيها لو باركود يعني غادي تشريو مثلا حليب عصير ما كل ما هو معلب غادي تسكانيوه. هاد لابليكاسيون اليوم كتسمح لكم انكم تعرفوا على ديك المواد الغذائيه عن قرب علاش لانها كتعطي القيمه الغذائيه ديالها شحال لي كيلو كالوري كتعطي واش هاد المواد فيها الملح اكثر من القياس من المعدل واش السكر اكثر من المعدل شنو هي ايضا لي غري ساتوري كتعطيكم ايضا واش فيها دي كونسيرفاتور ديك المواد الحافظه اللي كلشي اليوم كيخاف منها وايضا واش فيها دي زاديتيف يعني حتى لي زاديتيف كتعطيكم واش كاين دي زاديتيف على حسب كدير لهم النقطه وكتشرح فعلا ابليكاسيون زوينه بزاف. انا جربتها في المغرب كتخدم مع بعض المواد وما كتخدمش مع مواد واحده اخرى ولكن ربما هذه فقط كمعلومه كنتقاسمها معكم اليوم مستمعاتنا للفائده الا بغيتوا تيليشارجيوها وكتصلح كذلك المواد جميل لي برودوي كوزميتيك لي ديودورون شامبوان دونتيفريس كل ما هو كنتقضاوه بشكل عام كيكون معلب وكنردوش البال اي هما كنردوش البال كتعطينا فكره عليه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.